الإجذاع والمسافة 4 كيلومترات رصدت لهذا السن الجميل والمميز. إذا نتابع الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء، نتابع الانطلاقة الموفقة لهذا السن. على بركة الله تعلن أول اندفاعات وأول انطلاقات للإبكار المحليات لأصحاب السمو والشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، والمسافة 4 كيلومتر رصدت لهذا السن الجميل والمميز. إذا نتابع ونراقب سير هذه الهجن لكي تحقق هذا الناموس على البركة مشاهدينا الأعزاء. نتابع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، جبارة خليفة. نعم بوي، يلا يلا ابو محمد يلا. من تأتينا جبارة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أما التغييرات من الجانب الآخر، أشوف التحديات مستمرة مع السير المميز لهذه الهجن. المركز الأول وصدارة هذا الشوط، مخيلة من تأتينا مع المركز الأول، سعيد أحمد برفيعة من يدفع بمخيلة على المركز الأول، والتحديات من الجانب الآخر من يأتينا مع المركز الثاني. هنا التواجد والوصول من الوارية راشد بن صابر بن سعيد هو من يأتينا مع المركز الثاني وثالث. التحديات هنا التواجد من منصورة، عبد الله بن سيب بن سالم هو من يدفع بمنصورة على المركز الثالث ورابع. التحديات هنا والتسللات الله الله من بن صوغان، وبكل إصرار وبكل عزيمة بدون أي توامر هناك المحبين والمطالبين من خلال هذا الشعار له يطالبون بحركة واحدة بس، بحركة واحدة يا ابو الضبيعة، بحركة واحدة اللي بتسوقان. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله على الأداء المميز، على السير الجميل لبتصوغان. سالم بن محمد بالضبيعة هو من يقدم لنا النوع الفريد والمميز. بتصوغان سالم بن محمد بالضبيعة هو من يقدم لنا هذا النوع الجميل والمميز. سلام يا نزوة، سلام على الأداء المميز والجميل للغاية. سلام يا بالضبيعة، سلام سالم بن محمد بالضبيعة، سلام يا نزوة، سلام. هو من حمله السلام الصباح من خلال بن صوغان سالم بن محمد بالضبيعة. تهانينا والناموس على فوز بن صوغان بالمركز الأول. تهانينا لسالم بن محمد بالضبيعة بدون أي توامر. ثاني المراكز منصورة، عبد الله بن سيب بن سالم هو من يأتينا مع المركز الثاني، والمركز الثالث بن صوغان خليفة مفرح بن بليشة هو من يأتينا مع المركز الثالث، والمركز الرابع صابر بن سعيد بن صابر هو من يأتينا مع المركز الرابع. هذه النتيجة للأربعة المراكز الأولى. نعود بالتهنية لسالم بن محمد بالضبيعة لفوز بن صوغان بالمركز الأول، واسعد الله صباحكم يا هالي نزوة كافة وما يسكن سالم.